السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا التهيئات الجديدة بمنطقة ميناء الجزائر العاصمة، ونحاول نلقى مكان. مكان باش نقاريو فيه. نقاريو هنايا ونروح نشوف التهيئات هذه الجديدة في ميناء الجزائر العاصمة ونشوفوا الأشغال وين وصلت. إذا تابعونا في هذا الفيديو. السلام عليكم. إذن هذه هي التوسعة. نزيد نروح نشوف منطقة أخرى حول جامع الجزائر، الجامع الجديد، جامع جديد نتاع الجزائر العاصمة الفوق في منطقة ساحة الشهداء. نزيد نشوف الأشغال، وهنا نشوف بعض التحسين على مستوى الواجهة البحرية هنا في منطقة الدهاليز تاع جزائر العاصمة. هنا لاحظ انه فيه اشغال نتاع التهيئة، وقد تمت صياغتها. وهنا نشوف انه فيه اشغال نتاع الدهاليز، يعني مدخل. هنا اشغال قد تمت تهيئتها، المنطقة هذه كلها واللي تقع حول جامع جديد بجزائر العاصمة. لاحظ ان المنطقة هذه كلها تمت تهيئة الأرضية تاعها. Thank you.